تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح السعادة، وصباح الصحة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان، ونصبح عليكم إن شاء الله بهذا اليوم صباح الأحد، ونتمنى إن شاء الله أن أسبوع يكون موفق ومليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نستعرض فقرات البرنامج لهذا اليوم، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معايا، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الأغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة وخلال الساعة، دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان تحذير جديد من السمنة المفرطة. وأما فقرات وسائل التواصل الاجتماعي ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. فوائد وأهمية كثرة شرب الماء في فصل الصيف، مستمعينا الأعزاء بتكون معايا خبيرة التغذية اليوم الأستاذة مي بن ثاني، وبنتحدث معاها عن أهمية مكونات الماء للجسم وفوائدها أيضا الصحية، وأيضا كيفية أو كيف نحدد عفوا كمية الماء التي نحتاجها خلال اليوم. وأما عن خدمات هيئة الصحة اليوم، فقرتنا تحت عنوان كيفية الوقاية من سرطان الجلد خلال فترة الصيف، وبتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة دينا صدقي، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن سرطان الجلد ومدى خطورة هذا المرض وكيف يتم يعني العلاج والوقاية. فهاي فقرات برامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما أرحب بتواصلكم معنا أو الحديث أيضا مباشرة مع ضيوفي لهذا اليوم على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل معاكم إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى، صبحك الله بالخير والنور والعافية. مستمعينا الأعزاء، عن موضوع تحذير من السمنة المفرطة، حذرت دراسة من أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ممن يمارسون الرياضة وبشكل مستمر، ما يزالون حسب الدراسة عرضة للإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي. بناخذ مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مستمعينا الأعزاء مع أسمى الجناحي. اختي أسمى، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور سرور اخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك اختي أسمى بالنور والعافية، وبداية اسبوع ان شاء الله موفق ان شاء الله على الجميع. بناخذ تقريبا شو الاشياء اللي صارت امس، كان في مجموعة من الاشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ومنها
كثير من القنوات الإعلامية والأشخاص كانوا يتداولون مقابلة لدكتور علوي الشيخ وهو نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي. كان يتكلم عن آخر المستجدات المتعلقة بحملة التطعيم في إمارة دبي والتأثيرات الإيجابية لتلقي اللقاح على الفرد والمجتمع مع تجاوز عدد المتلقين باللقاح في دبي 2.3 مليون شخص. أيضا من ضمن الأشياء يعني تم نشر دراسة خاصة من هيئة الصحة بدبي تتكلم أن كل يعني هالدراسة مو الدراسة هاي إحصائيات حسب الإحصائيات الحديثة في إمارة دبي. فالإحصائيات الحديثة اللي تقول أن 8 من كل أشخاص من المصابين كوفيد هم من غير المطعمين كل، وأيضا 9 من كل 10 أشخاص من الحالات التي تطلبت دخول المستشفى والعناية هم غير المطعمين. يعني أغلب الأشخاص اللي قاعدين ينصابون واللي يوصلون مرحلة العناية المركزة والمستشفيات هم أشخاص غير مطعمين. فنحن نتمنى من الأشخاص اللي تموا اللي ليحي ما أخذوا التطعيم أن يأخذون التطعيم لسلامتهم وسلامة اللي حولهم، يعني حتى إذا كانت عندهم من الأشخاص اللي مثلا من الفئات اللي ما يقدرون يأخذون التطعيم على الأقل إذا نحن نأخذ التطعيم يعني نشكل جزء من الحماية لهم. فلو عشانهم عشان اللي يحبونهم عشان أمهاتهم عشان أبهاتهم في البيت الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة وأيضا الأشخاص اللي عندهم كبار السن في البيت وما أخذوا التطعيم يعني ينصحونهم بأخذ التطعيم. خدمات متوفرة حق يعني لكبار السن يوصل التطعيم لين باب البيت، فالخدمات كلها متوفرة بس إن نحن نباهم من يأخذ التطعيم. الفئة اللي تمت الحمد لله عدد كبير والمجمل أخذوا التطعيم، لكن نحن نبغى الصحة والسلامة لكل أفراد المجتمع وبس لفئة معينة. فهاي ممكن أخذ موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال واتساب هيئة الصحة 8342. فننصح الجميع إنه يأخذ المواعيد في أسرع وقت، المواعيد متوفرة ممكن حتى بالفتحة والتطبيق يحصل موعد باكر يحصل موعد نفس اليوم. فماشي مواعيد بعيدة بس اللي عليهم أنهم يأخذون الموعد. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نتكلم نأكد عليها ما زلنا نأكد على الإجراءات الاحترازية والوقائية بكوفيد 19. مجموعة من الأشخاص اللي يسألون عن هل هو كان فتح المجال للزوار هو فقط لحامل إقامة دبي وكبار السن من مقيمين في دبي وحاملين إقامة إمارة أخرى. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا جزيلا أختي أسماء الجناحي ونتمنى لك أيضا الصحة والسعادة ويوم موفق إن شاء الله وسعيد. وقبل لا نطلع الفاصل مستمعين الأعزاء أيضا نحن نذكر بمبادرة هيئة الصحة بدبي التي تم إطلاقها حصاد الإبداع، ومشاركتكم مستمعين الأعزاء بأفكاركم وبأيضا مقترحاتكم للباقات اللي تحبونها واللي ترغبون فيها للحصول عليها من هيئة الصحة بدبي. وبإمكانكم المشاركة بأفكاركم ومقترحاتكم عبر الرابط الإلكتروني e-suggest.gov.ae. وأيضا مستمعين الأعزاء هناك تكريم لأصحاب الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية، وآخر موعد لاستلام الأفكار هو 30 يونيو من هذا الشهر 2021. أذكركم مرة ثانية بالنسبة للرابط e-suggest.dubai.gov.ae. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فوائد وأهمية كثرة شرب الماء في فصل الصيف، وبتكون معايا عبر الهاتف خبيرة التغذية الأستاذة مي بن ثاني. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006.
فوائد وأهمية كثرة شرب الماء مستمعينا الأعزاء، ومثل ما تعرفون بأن الماء الذي نشربه يحتوي دائما على الكثير من المعادن، ويحتوي أيضا على الكثير من المواد الطبيعية اللي يحتاجها الجسم. وبطبيعة الحال فصل الصيف له وضع مختلف في موضوع شرب الماء، وأيضا عن كمية اللي نحن نحتاجه خلال اليوم ليعطينا دائما النشاط والصحة والطاقة. أيضا للمزيد عن هذا الموضوع مستمعين الأعزاء، يشرفني تكون معاي اليوم عبر الهاتف خبيرة التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي الأستاذة مي بن ثاني. أستاذة مي صبحت الله بالخير والنور والعافية. هلا صباح النور. هلا خير. الله يسلمك وشاكرين وجودك معنا اليوم أستاذة مي، واختياركم لهذا الموضوع الجميل الحقيقة، يعني في وقت المناسب. فوائد وأهمية شرب أو كثرة شرب الماء خلال فترة الصيف. أستاذة مي، حابين تعطينا نبذة عن مكونات ماء الشرب الذي نتناوله، وأيضا يعني أهمية هاي المكونات للجسم وفوائدها أيضا الصحية. إن شاء الله اليوم إن شاء الله بتكلم وياكم عن وحدة من أهم العادات الصحية اللي لازم نحرص عليها في فصل الصيف، اللي هي أخذ احتياجاتنا من الماء. وقبل أن نتكلم عن أهمية الماء، بنتعرف على مكونات الماء. ومثل ما ذكرت من شوية أخويا، أن الماء يحتوي على الكثير من الأملاح والمعادن، ومن أهمها اللي هو معدن الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم. نعم. وهاي المعادن تدخل في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، ودورها جدا مهم. ومثل ما نعرف يعني أن جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% من الماء، فهاي نسبة جدا كبيرة. ومن فوائد الماء في الجسم أنه يساعد على تنظيم درجات حرارة الجسم عن طريق التعرق، ويساعد أيضا على تحسين عملية الجهاز الهضمي، عمل الهضمي، ويساعد أيضا على تحسين الدماغ، ويساعد على التركيز، ويساعد أيضا على ترطيب الجسم. وطبعا للماء فوائد فريدة للجسم. صوتك أستاذ مي شوي مش واضح. بعيد ولا يقطع؟ ولا يقطع. نعم هي. اوكي، ما اعرف والله اذا هني عندنا اذا مستخدم هي شويه احسن الحين. تفضلي. اوكي، وبنتكلم الحين عن احتياجات الشخص للماء. تقريبا يحتاج الشخص البالغ اللي هو 18 وفوق من بين لترين الى من لترين إلى 3 لتر في الماء من الماء خلال اليوم. أستاذة عذرين أستاذة مي، بنحاول نرد نتصل بك مرة ثانية لأن الصوت مش واضح عندنا. فمستمعين الأعزاء، بننتظر رد الاتصال بالأستاذة مي بن ثاني أخصائي أول التغذية السرية بهيئة الصحة بدبي للحديث عن فوائد وأهمية كثرة شرب الماء في فصل الصيف، وأيضا تحدثت معنا عن مكونات الماء، ماء الشرب الذي نتناوله، وأيضا أهمية هذه المكونات اللي موجودة في الماء بشكل مستمر، وأيضا حاجة الجسم. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء، خلال المرحلة الحالية وارتفاع درجات الحرارة، لابد أن يعني نحافظ دائما على نسبة السوائل أو بالماء بشكل خاص في الجسم عن طريق شرب الماء بشكل مستمر. وأيضا من خلال حديثنا مع الأستاذة مي بن ثاني، بنتطرق معها عن البطاقة الغذائية. مهم جدا أن نحن نعرف البطاقة الغذائية وأيضا المكونات الغذائية مستمعين الأعزاء اللي موجودة في علب الماء بشكل مستمر، وأيضا اختلافها. نعم أستاذة مي بن ثاني، يا مرحبا بك مرة ثانية. وكان حديثنا معك عن أهمية هذه المكونات اللي موجودة في الماء وفوائدها أيضا الصحية للإنسان. وقفنا عند احتياجات الشخص للماء خلال اليوم.
مثل ما ذكرت قبل، ما أعرف إذا كان صوتي واضح ولا لا، إن الشخص يحتاج من 2 إلى 3 لتر نعم من الماء خلال اليوم. طبعاً هالاحتياجات تختلف على حسب العمر، على حسب الوزن، وعلى حسب الجسم أو على حسب الجهد المبذول خلال اليوم. نعم فشخص يعني إذا بذل جهد أكبر يحتاج كمية أكثر من السوائل أو من الماء في يوم. ومثل ما نعرف أن في فصل الصيف الجسم يفقد سوائل بكمية أكبر من باقي الأشهر عن طريق التعرق، وبالتالي كمية الماء يعني تبدأ، يعني نحن نحتاج كمية الماء، أو لازم نحرص أن احنا نخلص احتياجاتنا من الماء خاصة في هاي الفصل، لأن مثل ما عارفين أو يعني أغلب الناس في الأيام العادية كمية أو احتياجاتهم من الماء ما يخلصونها خلال اليوم. مثلا إذا الشخص يحتاج 3 لتر وهو يتألت مثلا خلال اليوم، ممكن هو يكون مستهلك بس 500 ملي في اليوم. نعم عشان شيء احنا لازم نحرص على يعني ان احنا نخلص كل احتياجاتنا من الماء خلال اليوم، وخاصة في هالفصل، خاصة في فصل الصيف، لان اذا احنا ما نعوض، اذا احنا فقدنا كمية السوائل وما عوضناها، ممكن ان الجسم يدخل في مشاكل صحية ثانية. صحيح. ايضا مثل ما ذكرتي استاذة مي، بان يعني حاجة الجسم للماء بالأخص أو للسوائل خلال هذه المرحلة مهمة جدا، يعني الحصول على الطاقة والنشاط والصحة خلال اليوم. وأيضا هناك معادلة نحن تعلمناها منكم أستاذة مي، بأن يعني كيف يتم حسبة الكمية اللي يحتاجها الشخص، لو تذكرينا. هي أنه يأخذ 30 ملي لكل كيلو من الجسم. صح، يعني 30 في الوزن يساوي كمية الماء أو السوائل. 30 في 50 يحتاج الشخص 1500 ملي في اليوم أو لتر. إذا كان وزنه 50. إيه. نعم. أستاذ مي، سؤال بالنسبة للبطاقة الغذائية اللي موجودة على علب المياه، ما هي المعلومات اللي مفروض أي شخص عادي ينتبه لها قبل لا يأخذ علبة الماء؟ مثل ما تعرفين اليوم أن الكل يحرص أن يعني العلبة اللي فيها أقل صوديوم هو أفضل، هل هاي يعني المعلومات صحيحة؟ هل معنات الماء اللي فيه صفر صوديوم هو الأفضل من بين ال... نعم؟ هي قصدك أنه يكون أفضل؟ هي، لأن اليوم الكل يبحث عن صفر صوديوم في الماء. صفر صوديوم هو خلي يعني ما أقدر أقول لك صح ولا لا، لكن إحنا احتياجاتنا من الصوديوم احتياجات معينة خلال اليوم. صح. وإحنا بطبيعة أكلنا إن إحنا نستهلك كمية صوديوم يمكن ضعف أو 3 أضعاف احتياجاتنا. نعم. فنسبة الصوديوم يعني نسبة الصوديوم إحنا ممكن نتحكم فيها، إذا إحنا مثلاً عارفين إن أكلنا ما في نسبة صوديوم عالية، فممكن إحنا نأخذ الماي العادي. أو ممكن للأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية ويحتاجون إنهم يأخذون نسبة صوديوم أقل، فممكن في عندهم options إن في عنا الماي اللي هو أقل صوديوم، لكن إن إحنا نأخذه أو ما نأخذه ها على حسب احتياجات الجسم. صحيح. نكمل أيضا أستاذة مي حديثنا عن فوائد وأهمية كثرة شرب الماء خلال الصيف، واختلاف إجراءات الماء اللي تنصحون فيه كخبراء التغذية بالنسبة للماء. مثل ما ذكرت قبل أن احتياجاتنا من الماء هي تكون ثابتة، لكن اللي يحدد كمية زيادة الماء هو الجهد المبذول. فيعني مثلا خلال فصل الصيف، إذا مثلا أنا تعرضت للشمس خلال فترة، مثلا إذا سويت في الشمس فقدت وايد سوائل، ممكن أنا آخذ أكثر عن احتياجاتي عشان أعوض الفقد خلال اليوم. ممكن إذا مارسنا الرياضة والجو كان حار وأيضا فقدت سوائل، ممكن أعوضها. لكن خلال فترة اليوم إحنا أغلب وقتنا يعني نكون في المكيف، الجو بارد، فما نتعرض وايد لفقد السوائل. بس في الأوقات اللي نحس يعني في الأوقات اللي نفقد فيها سوائل زيادة نعوضها بالكميات يعني المطلوبة. صحيح. أيضا أستاذة مي، بالنسبة لل السوائل، لو نتحدث معك خلال الدقيقة الباقية أو الدقيقتين عن السوائل، لأن هناك كثير من الناس تسأل هل يعني السوائل تشمل العصائر، إذا كانت عصائر
الطازجة أو بعض السوائل أو بعض المشروبات عن الماء، ولا نحن حديثنا اليوم يعني فقط عن الماء اللي يحتاج لا الجسم؟ احنا الماء يعني احنا نقصد السوائل اللي هو ممكن يكون الماء، ممكن تكون العصائر، ممكن ايضا تكون الفواكه اللي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه الصيفية مثل البطيخ الهمباء، واغلب الفواكه تحتوي على نسبة من الماء، صحيح فكل هالاشياء من ضمن احتياجاتنا من السوائل خلال ومن الماء خلال اليوم. فتنحسب كيعني حصة فتنحسب سوائل أستاذة مي. صح تنحسب. نعم. عندك آخر نصيحة تحبين توجهينها لمستمعينا الأعزاء أستاذة مي عن فوائد شرب الماء وبالأخص خلال فترة الصيف؟ مثل ما ذكرت قبل فوائد الماء بالنسبة للجسم، فممكن نقول أن نقص السوائل في الجسم ممكن يؤدي إلى أضرار صحية أو مشاكل صحية للجسم، منها قلة التركيز، الدوخة، إمساك وغيرها من المشاكل الصحية. فعشان نتجنب هاي المشاكل نحرص أن احنا ناخذ احتياجاتنا من السوائل خلال اليوم. نعم، شكرا لك أستاذة مي بن ثاني، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، وشكرا لوجودك معنا اليوم، وأيضا الحديث جيد الحقيقة عن فوائد وأهمية كثرة شرب الماء خلال فترة الصيف. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، وعن كيفية الوقاية من سرطان الجلد خلال فترة الصيف أيضا حديثنا بيكون بعد الفاصل مع الدكتورة دينا الصدقي العجماني، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء نكمل حديثنا عن فصل الصيف، وبنتكلم عن كيفية أيضا، حنا تحدثنا مع أخصائية التغذية السريرية عن فوائد وأهمية كثرة شرب الماء والسوائل خلال فترة الصيف، وحديثنا في الوقت الحالي أيضا عن فترة الصيف وكيفية الوقاية من سرطان الجلد في فترة الصيف. معي عبر الهاتف الدكتورة دينا صديق العجماني أو صديق العجماني، اختصاصي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة دينا صبحت الله بالخير والعافية. أهلين أهلين، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله دكتورة قلت اسمك صح. صح مشكور. الله يسلمك دكتورة. نحن قبل شوي كانت معانا أخصائية التغذية وتكلمنا معاها عن فوائد وأهمية كثرة السوائل شرب الماء بالأخص في فترة الصيف، وسعداء بوجودك معنا اليوم دكتورة دينا أيضا لتكملة الحديث عن فترة الصيف والوقاية من سرطان الجلد. فتحدثينا دكتورة في البداية عن سرطان الجلد ومدى خطورة هذا المرض. إن شاء الله، بداية أرحب بمستمعين إذاعة نور الدبي، وأشكر فريق البرنامج جزيل الشكر على حسن الاستضافة. الله يسلمك. أما بخصوص سرطان الجلد، فأولا هو يعد من أكثر الأمراض الخبيثة انتشارا عالميا، وفي إحصائيات سنة 2019 لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ معدل انتشاره 14% من كافة أنواع السرطانات، وهاي النسبة نسبة الإصابة يعني كانت في الذكور أكثر عن النساء. الحين الخبر صار أن صح يعتبر من بين أكثر أنواع السرطان انتشارا في الشرق الأوسط بحكم مناخنا وتعرضنا للشمس فترات طويلة من السنة، إلا أنه أيضا من بين أكثر أنواع السرطان القابلة للشفاء، حيث تقترب يعني نسبة الشفاء 100% في بعض الحالات إذا تم اكتشافه بسرعة وفي مراحل مبكرة. صحيح. طبعا سرطان الجلد هو مو بمرض واحد، التصنيف يعتمد على نوع الخلايا اللي بدأت تنمو نمو غير طبيعي، وبنتكلم اليوم إن شاء الله عن الثلاث أنواع الرئيسية لسرطان الجلد. نعم. تفضلي دكتورة.
تفضلي. أولا هو في سرطان الخلايا القاعدية اللي اسمها البيسل سيل، هي تشكل 80% من حالات سرطان الجلد، وتصيب في الأغلب الأجزاء الجلد اللي تتعرض اللي تكون معرضة للشمس عفوا، مثل الأنف أو الوجه أو الرقبة. ويظهر الورم يعني على شكل تقرحات سطحية أو نتوء شفاف على البشرة. النوع الثاني هو سرطان الخلايا الحرشفية أو السكويموس سيل، تشكل تقريبا 20% من الحالات وتصيب الطبقات الوسطى والخارجية من البشرة. هاي ممكن تصيب أي منطقة في الجسم، مو بشرط اللي تتعرض للشمس، حتى الذراع أو حتى الساق ممكن تنصاب، وعادة تكون مثل تقشر أو احمرار على الجلد إلى ملمس مختلف مثل ملمس شمعي، ويسبب ألم أو نزيف أحيانا. فهاي الحالات بعد تكون ناتجة يعني عن تعرض لأشعة فوق البنفسجية فترات طويلة، سواء من أشعة الشمس أو من أسرة التسمير اللي بنتكلم عنها إن شاء الله بعدين. نعم، أيضا دكتورة، من الأمور الضرورية مثل ما تحدثتي هي يعني حابين نعرف منك دكتورة، ما هي العلاقة بين سرطان الجلد ويعني انتشاره، وبالأخص في فصل الصيف على وجه التحديد؟ نعم، في سرطان الجلد هو موضوع جدا مهم، خاصة أن نعيش يعني في منطقة عندها أو تتعرض لمعدل سنوي عالي لأشعة الشمس، فمن الضروري طبعا حماية بشرتنا من التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، واللي تعد من الأسباب الرئيسية مثل ما ذكرنا. فأولا المهم استخدام واقي الشمس على المناطق المكشوفة من البشرة، خاصة عند الخروج من البيت، حتى لو ما بننزل من السيارة، مجرد تعرضنا لأشعة الشمس حتى لو عبر الجامة أو الزجاج بعد يرفع نسبة الخطورة. فلازم الواحد يعني يستخدم واقي الشمس على الأقل 15 دقيقة، يعني دقيقة قبل الخروج من البيت، ويكرر دهن الواقي كل ساعتين. أيضا عدم التعرض لأشعة الشمس القوية لفترات طويلة، يعني خاصة ساعات الذروة اللي تكون بين الساعة 10 صباحا لين العصر تقريبا الساعة 4 مساء، واحد يفضل أنه يتجنب هاي الفترة وما يتعرض للشمس. وبعد بخصوص اختيار الملابس المناسبة، لازم نحرص دائما أن نلبس ملابس قطنية خفيفة وقمصان، يعني تكون أكمام طويلة وألوان فاتحة، بحيث أنها ما تمتص أشعة الشمس نفس الألوان الداكنة أو الألوان الشتوية. ينصح بعد بارتداء القحافي أو القبعات ذات الحواف العريضة اللي تغطي الأذن والرقبة، ونلبس النظارات الشمسية بعد عشان نوفر حماية للعين. يجب الحرص بعد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام بعض الأدوية اللي ممكن تزيد حساسية البشرة من الشمس، يعني مثلا في بعض المضادات الحيوية أو أدوية حب الشباب نفس الروأكتان نعم. تخلي البشرة تتحسس أو تحمر بسرعة مع تعرضها للشمس. وفي صحيح. نوع ثالث من أنواع سرطان الجلد، هو يشكل تقريبا 1% من الأنواع، ولكن هو أخطر أنواع سرطان الجلد، وهو الورم الميلانيني أو الميلانوما. وهذا النوع هو اللي يصيب الشامة أو الوحمة الداكنة اللي تكون على الجلد، وتصيب يعني بالتحديد الخلايا الميلانية الصبغية. وهذا النوع من الأورام يصيب الحريم أو النساء أكثر عن الرجال، خاصة الناس اللي تقل أعمارهم عن 40 سنة، أو اللي عندهم تاريخ عائلي عن سرطانات الجلد. فهي اللي لازم دائما ينتبهون أن الشامة عندهم ما فيها أي تغير، سواء من ناحية اللون أو فجأة بدأت تكبر أو بدأ يتغير لونها، وحتى أن لو تكون في ظهور شامات جديدة بعد سن 30. وهي كلها مؤشرات أن يجب مراجعة الدكتور أو الطبيب المختص عشان يلقي نظرة، واحتمال ياخذ يعني عينة أو خزعة من هاي التغيرات في الشامة. صحيح. دكتورة ديما، عندنا سؤال عن الوقت المناسب اللي تنصحين فيه دكتورة لي، مثل ما تعرفين حين في فصل الصيف هناك رغبة، وبالأخص من الأطفال وأيضا الكبار، السباحة والذهاب إلى الأماكن اللي فيها يعني أحواض السباحة أو حتى البحر، ما هو يعني الوقت المناسب؟ تمام. الحين بخصوص الوقت المناسب، هو يختلف يعني من دولة لدولة أو من منطقة لمنطقة، بس نحن نتكلم على شكل محلي يعني في دولة الإمارات أو في الخليج.
أفضل وقت يكون طبعا قبل الساعة 10 الصبح، يعني بين الساعة 6 الصبح لين 9، 9:30، أو عقب العصر يعني بعد الساعة 4 أو 4:30 نعم لفترة المغرب. وطبعا الناس عارفة أنها تحب كثير الشاطئ والبحر، بس بعد إذا في عندهم مجال أنهم يسيروا مثلا على حوض داخلي أو إندور يكون بغطاي، بعدها يكون أحسن وأحسن. وحتى لو صار يعني فترة أول الصباح، بعد لازم ما ينسون أن يستخدمون واقي الشمس ويدهنونه كل فترة، كل ساعة أو ساعة أو ساعتين، عشان أنه يوفرلهم حماية مستدامة. صحيح. بما أنك ذكرتي دكتورة واقي الشمس وبعض الكريمات، هناك طبعا دائما دكتورة يعني هناك أنواع عديدة وكثيرة من الكريمات والدهانات الخاصة بالوقاية من الشمس، ومثل ما تعرفين أن بعض هاي المستحضرات يعني قد تكون طبية وبعضها يعني فيها بعض المواد الغير طبية، فشو تنصحين دكتورة في هذا الموضوع؟ طبعا في بعضها أيضا أعشاب، هل مثل هذه الدهانات دكتورة لها فائدة للوقاية من الشمس؟ هو سؤال جدا مهم، لأن فعلا آخر فترة يعني كان في إقبال أكثر على المنتجات الطبيعية والأعشاب وغيرها من تطبيق يعني في صحيح. السوق. فنعم، بعض الأعشاب ممكن تنفع لترطيب البشرة أو تفتيح لون البشرة، بس الأمانة مو للوقاية من الشمس بالتحديد. فلين اليوم يعني ما في أي إثبات علمي قاطع أن خلطات الأعشاب ممكن تحمي من أشعة الشمس، ودراسات لا زالت جارية يعني عن بعض الأعشاب أو الزيوت، مثل زيوت زيت اللوز وزيت الأفوكادو وغيرها. ففي الوقت الحالي يعني أنا أفضل الابتعاد عنها، لأنها غالبا تكون غير معتمدة من وزارة الصحة، أو حتى غير مرخصة في بعض الأحيان، يعني إذا مو ما كانت تنباع في الصيدليات أو ينصح فيها الدكتور وغيره. طبعا يعني أهم مميزات واقي الشمس اللي لازم ندور عليها، لازم يحتوي على درجة عالية من عامل الحماية من الشمس اللي يسمونه Sun Protection Factor أو SPF. صحيح. فهذا الـ SPF هو مؤشر يعني على مقدار الحماية من أشعة الفوق البنفسجية اللي تضر البشرة. عادة يعني ننصح أن النسبة ما تكون أقل عن 15 SPF، لأن النسبة القليلة يعني أقل عن 15 لن تحمي البشرة من السرطان، وطبعا بتكون النسبة أعلى حق الأطفال. صحيح. وعند شراء أي منتج، أي كريم، أو سواء واقي شمس أو غيره، لازم الواحد ينتبه أنه يكون مناسب لنوع البشرة. ترى في مثلا بشرات تكون جافة، في بشرات دهنية، وأنه ما يكون في عنده حساسية من إحدى مكونات الواقي. صحيح. وأيضا دكتورة بعضها تكون يعني نوع مثل ما تفضلتي كمستحضر طبي كريم ودهان، وفيهني في نعم حاليا تشوفين في أنواع كثيرة مثل صحيح. السبراي، فهل تختلف يعني النوعية هاي بجودتها أو فائدتها إذا كانت يعني كريم أو إذا كان سبراي؟ بشكل عام لا، ما تختلف مثل ما تفضلت، في مرهم يكون كريمي، صحيح. وفي لوشن يكون سائل أكثر، أو في البخاخ. هو يعني اختيار شخصي، يعتمد على الشخص يعني هو شو يحب أو شو يفضل. ولو في أي تعليمات خاصة يعني بهاي الشركة أو هالنوع، الأفضل يعني أنه يقرون شو مكتوب على القوط يعني أو علبة الكريم، ويشوفون يعني إذا في أي إرشادات معينة. بس بشكل عام لا، ما في اختلاف. هل دكتورة نسبة الحماية تكون يعني هل هناك نسبة صحية ممكن نحن نعتمد عليها، ولا على حسب مثل ما تفضلتي البشرة وطبيعة بشرة الإنسان هو اللي يختار النسبة اللي موجودة، نسبة الحماية في البخاخ إذا كان، أو إذا كان يعني كريمات أو مرطبات أخرى؟ هي دائما درجة الوقاية أو الأس بي إف اللي ننصح فيها أن تكون أكثر من 15 لين 50، من 15 ل 50 يعني هاي الرينج الموجود في السوق. هو في معادلة ممكن الشخص يعني يستخدمها عشان يعرف شو نوع الأس بي إف اللي يحتاجه، وإيش كثر لازم يعيد ويكرر يدهنه. يعني نحن متعودين أن ندهن مثلا أول ما نطلع من البيت وخلاص، طول اليوم ننسى نستخدم الواقي، وهالشيء غلط، لأنه بعد ساعة أو ساعة ونص خلاص يخوز مفعوله، لازم واحد يرد يحطه مرة ثانية.
فالمعادلة تقول أن الشخص يعني يطلع في الشمس يشوف بعد كم دقيقة بتبتدي بشرته تحمر، أقول مثلا 10 دقائق، زين، وأنت عندك منتج SPF 20، فتضرب 10 بالـ20 يعطيك 200، ها معناته عقب 200 دقيقة اللي هي تقريبا ساعة ونص وشوي نعم. لازم ترجع أنت تحط مرة ثانية الكريم، لأنه خلاص خاز أو ذاب. فكل ما عليت الـ SPF مثلا 50 بـ100 يعني 500 دقيقة، أنا ما مضطرة أني أعيد وأحط اللوشن. فمثلا عندنا الشباب اللي يصيرون الخدمة مو بيرومون مثلا كل ساعة وكل ساعتين يطلعون الكريم ويدهنون، أو مثلا اللي دوامهم في الشمس، صحيح. فهني ممكن يعلون نسبة الـ SPF بحيث أنه ممكن لفترات أطول ما يرد أنه يدهن مرة ثانية. وأيضا دكتورة اللي يتعرض للشمس أثناء يعني ذهابهم إلى الشواطئ أيضا يتعرضون لساعات طويلة، فها أيضا يحتاج أو يتعرض يعني لأشعة الشمس أثناء اليوم لساعات طويلة، فأكيد دكتورة يحتاج إلى بعض المستحضرات حماية الطبية اللي أعلى، الحماية يمكن أعلى. تكون أعلى. صح. دكتورة الشيء الآخر يعني وجود هاي النوع من مستحضرات الطبية اللي تكلمنا فيها، سواء يعني الكريمات أو الدهانات أو اللي تفضلتي فيها السبراي أو البخاخات، موجودة يعني بدون وصفة طبية، فشو نصيحتك دكتورة للشخص اللي يعني يلجأ إلى الصيدلية لأخذ هاي الأمور؟ شو الأشياء اللي مفروض يأخذها بعين الاعتبار على أساس أنه أيضا تكون نوع من حماية له، يعني ما يتعرض لبعض المضاعفات إذا أخذ بعض هاي الكريمات قد تكون يعني مش جيدة أو ممكن تضره، يعني وبالأخص إذا هو متعرض لأشعة الشمس. صح. طبعا أول شيء لازم الواحد يعرف شو نوع بشرته وشو النوع اللي يناسب هاي البشرة. يعني مثلا في كريمات تكون مثل ما قلنا حق البشرة الدهنية أو الميكس أو الجافة. وثاني شيء مثل ما تفضلت، أنه يتأكد أنه ما عنده حساسية من المكونات، وإذا ما كان متأكد ممكن يراجع مثلا عند طبيب أسرة أو طبيب جلدي ويسأله، يعني أنه أنا بالنسبة لبشرتي شو النوع اللي تنصحني فيه وغيره. ويشوف هو يعني ليش جالس يشتري واقي الشمس، هل هو كاستخدام يومي أو مثلا لأنه بيصير في الشمس فترة طويلة، مثلا رحلة على الشط أو على البحر. لأن إذا كاستخدام يومي ممكن الـ SPF يكون بالمعدل الطبيعي 15 20 30، أما إذا كان للبحر أو مثل ما قلنا أنه ممكن فترة طويلة ساعات طويلة تمر وهو ما يدهن مرة ثانية، هني لا، أفضل أنه يدور على SPF أو عامل حماية أعلى، يعني من صحيح 40 وفوق. نعم دكتورة، نتكلم في موضوع يمكن في هبة هالأيام، هبة التسمير أو التان. هل موضوع التسمير دكتورة أو منح لون الجلد درجة يعني معينة من اللون الأسمر له ارتباط ب يعني أن الجلد أو البشرة تتعرض لبعض أنواع السرطانات؟ طبعا هو في معتقد خاطئ يعني منتشر في مجتمعاتنا أن التسمير الداخلي اللي هو يكون من خلال أثرة التسمير أو المصابيح نحصلها في بعض صحيح، في الصالون أو صالونات غيرها، مراكز التجميل. بالضبط، يقولون أن هاي يعني تكون أكثر أمانا من التعرض لأشعة الشمس الطبيعية، بس فعليا هذا ممكن يكون أكثر خطورة من الشمس، لأن يعني الشخص يتعرض لفترات أطول نعم للأشعة فوق البنفسجية وبكميات مكثفة أكثر. ففي الدراسات صراحة ما بين أنها هي أأمن، بالعكس مثل ما قلت بعض الأحيان ممكن تكون مضرة أكثر وترفع نسبة الإصابة بسرطان الجلد أو تزيد نسبة التجاعيد، النمش، أي مشكلة جلدية. فدائما من الأفضل اختيار مثلا بخاخات التسمير اللي هي تكون مجرد لون، يعني مثل مكياج أو فونديشن أو غيره، اللي حاب يعني يبين انه انا بشرته متسمرة، وافضل ابتعاد عن التسمير الداخلي من خلال أثرات التسمير والمصابيح. كل واحد يقتنع دكتورة بلون البشرة اللي عنده. هذا انسب حل. يعطيك العافية دكتورة. حابين أيضا يعني نتعرف منك دكتورة على نوعية الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في هذا الجانب بما يخص
يعني العيادات الوقائية أو مراكز اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي عن هذه الأمور؟ هي هيئة الصحة بدبي تقوم بحملات توعوية في المراكز الصحية كلها وفي المجتمع بعد نعم وفي منصات التواصل الاجتماعي، ودائما نقول يعني في حال وجود أي سؤال أو تخوف من تغيرات جلدية المراجع ممكن ياخذ موعد مع خدمة طبيب لكل مواطن، صحيح ممكن يستشير دكتور عن طريق التليفون في راحة بيته أو في دوامه أو زيارة إحدى المراكز الصحية الأولية التابعة يعني لهيئة الصحة بدبي. هناك يعني ممكن طبيب الأسرة يقوم بمعاينة البشرة وتحديد العلاج المناسب، أو إذا فعلا كان في شك أنها ممكن يكون شيء خبيث يحول المراجع لمركز الأمراض الجلدية المتوفر في منطقة الصفا. فهناك بيشوف دكتور جلدية أو أخصائي الجلدية، وإذا استدعت الحالة أن ياخذ عينة ممكن ياخذ عينة في حزته اللي يسمونها البايبسي من التغير الجلدي المستوي ويفحصه تحت المجهر، وهاي الخزعة حتى ممكن تحدد يعني إذا كان في إصابة سرطان الجلد فعلا وما هو نوعه من خلال النظر على الخلايا من تحت المجهر. فإذا تم التأكد من وجود خلايا مسرطنة هني يحدد الطبيب العلاج، وممكن يشترك في خطة العلاج على حسب نوع السرطان طبعا مع قسم الجراحة العامة أو الجراحة التجميلية أو الأورام في هيئة الصحة بدبي. نعم دكتورة، أيضا عندنا سؤال من أحد الأخوة يسأل، يعني هو دائما يقول أنه دائما يرتدي الشواطئ والسباحة في البحر بشكل يومي وأكثر من مرة، يعني فترة الصباح والظهر وأيضا المساء، وعنده يعني تغيرت يعني لون البشرة بشكل واضح. هل يقول يحتاج أن يعني يراجع طبيب العائلة لعمل بعض الفحوصات للتأكد بأن هاي تغيير اللون، لون البشرة الطبيعي؟ هو كفحص يعني فحص دم أو مختبر لا ما في شيء يثبت ما له علاقة بسرطان الجلد، بس هو إذا شاف أن في منطقة معينة متغيرة أكثر عن غيرها خليني لا لازم يراجع الطبيب عشان يعني يفحص أو يكشف على هاي المنطقة، أو إذا هو بشكل عام يبي ياخذ يعني استشارة دكتور. نحن ننصح أن واحد يعني يزور الدكتورة على الأقل مرة كل 6 شهور كفحص دوري يعني، ويتأكد لا سمح الله أنه ما في تغييرات جلدية تخوف أو ما في شيء يستدعي أن فحوصات أو تحويل على المركز الجلدية. يعني صحيح مثلا في بعض الناس تكون عندهم وايد شامات في الجسم بعضها ما يشوفون على ظهرهم مثلا، فهني بعد نقول لهم تعالوا يعني زوروا العيادة بحيث أن الدكتور يلقي نظرة ويشوف. ومثلا أحيانا تكون في قشور خاصة من الناس اللي يسيرون البحر بشكل يومي يكون مثلا عندهم منطقة محمرة أو تتقشر بسرعة، هم على بالهم فطريات ولا أي شيء ويحاولون بالكريمات وما تخوذ أو ما تختفي بسرعة، فهاي بعد التقشرات أو الاحمرار المستمر لازم الدكتور يلقي نظرة واحتمال ياخذ خزعة بعد. صحيح، وذكرت انت دكتورة من خلال حديثك عن أهمية يعني معرفة طبيعة البشرة، كل واحد يعرف شو طبيعة بشرته، وأيضا يعني اللي تكلمنا عن الكريمات الواقية أو الدهانات الخاصة بالوقاية من الشمس، فلا بد أن أيضا الإنسان يكون على وعي ويكون على دراية شو النوعية اللي يحتاجها. وأيضا مثل ما ذكرتي دكتورة أن هناك أوقات معينة يفضل بأن الشخص يعني سواء أحواض السباحة أو الشواطئ على أساس أنه لا يتعرض بأشعة شمس قد يعني تضر بشرته. دكتورة في آخر يمكن دقيقتين الحقيقة حابين تعطين مستمعينا الأعزاء بعض النصائح، وبالأخص خلال المرحلة هاي، مرحلة الصيف والذهاب إلى الشواطئ وأحواض أيضا السباحة. لازم دائما نأكد يعني على ضرورة تفادي التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في ساعات الذروة اللي تكلمنا عنها، واستخدام واقي الشمس بشكل دائم، وشرب يعني ما لا يقل عن لترين ل3 لتر ماء في اليوم مثل ما
تفضلت وتكلمت زميلتي أخصائية التغذية. نحن وطبعا حفظنا يعني المعادلة هاي دكتورة، 30 في الوزن يساوي كمية الماء اللي نحتاجها. ممتاز. وبعد واحد يعني يحافظ على الكشف المبكر والفحص الدوري، يزور صحيح. دكتورة لو مرة في السنة أو مرة كل 6 شهور. وهي النصائح اللي عندي اليوم، مشكورين على الاستضافة وأتمنى السلامة للجميع. الله يبارك فيك ويحفظك دكتورة دينا صديق العجماني. أنا حريص وايد إنه يعني الاسم يكون صح، أخصائي طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. شكرا لوجودك معنا اليوم دكتورة دينا، وحديث الحقيقة جيد، وإن شاء الله لنا مواضيع حول يعني فترة الصيف معاكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم معلومات مفيدة وصحية لحلقتنا لهذا اليوم. وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأحب أن أشكر أيضا فريق العمل المبدع معي اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.